السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هل سيرتدي كريستيانو رونالدو رقم 7 في مانشستر يونايتد؟ بالنسبة لرقم 7 في مانشستر يونايتد فهو قميص إيدينسون كافاني منذ الموسم الماضي. ولكي يحصل كريستيانو رونالدو على رقم 7 فيتوجب على المهاجم كافاني الرحيل عن مانشستر يونايتد، والحل الوحيد هو أن يوافق كافاني على تغيير رقمه. وهنا يجب على إدارة اليونايتد أن تخاطب البريمير ليج للسماح بتغيير الرقم، وهذا الطلب غالبا ما يتم رفضه. حتى رقم 77 لن يكون متاحا لكريستيانو رونالدو نظرا للوائح البريمير ليج، تنص على أن كل فريق من حقه منح لاعبيه أي رقم تحت 50. كريستيانو رونالدو ربما سيفارق رقمه المفضل اللي هو رقم 7 بعد عودته لمانشستر يونايتد. في رأيكم أي رقم سيختاره اللاعب كريستيانو رونالدو؟